أفكر. لا، سأعتمد على نفسي، فأنا قوي الملاحظة ونظري حاد مثل ضيفنا. أي ضيف يا جيهان؟ الضيف الذي سيزورنا. قالتها جيهان. هيا بنا نكتشف إذن ما هي الصفة الثانية لضيفنا مع الصديقة مها. تفضلي يا مها. أهلا وسهلا بك معنا في ساحة تيلا تولا. سعيدة معنا في هذا اللقاء؟ نعم. تشعرين بالنشاط؟ نعم. متحمسة لنعرف من هو الضيف؟ نعم. ما علينا إذن إلا أن نذهب إلى الشجرة. هيا يا مها إلى الشجرة. اختاري قرصا وضعيه عند بوبوك في المكان المخصص له. اختر صديقا آخر. شكرا لك صديقا يتابع اللعبة. شكرا لك اختر صديقا. شكرا لك مها. سنعيد القرص إلى مكانه إذن، وعليك أن تختاري لنا صديقا آخر. دعي القرص في الشجرة، ومن تختارين مها؟ تالا تفضلي. دورك يا تالا، اختاري قرصا من الشجرة. وعندنا بوبو بالتأكيد والصفة الثانية. طائر ضخم وسريع. من هو ضيفنا يا ترى؟ طائر ضخم وسريع أيضاً. أيضاً نظره حاد. من يا تولا؟ فكر يا تولا، فكر. ما رأيك يا تالا؟ من هو ضيفنا؟ الصقر؟ سنحتفظ بهذه الإجابة حتى نهاية اللقاء ونتأكد إذا كانت صحيحة. شكراً لك. هيا يا تولا تابع. بقي فرق واحد وأكون مؤهلاً للفوز بالعدد المجاني من المجلة. دعيني أفكر. أنا أركز. أركز 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 أركز. هيا ركز 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 ركز. هيا. ها هو الفرق الخامس. تولا. شكراً. أحسنت تولا. هيا معي. 1 2 3. تولا. هذا فريقي. لا، هذا ليس تشجيع. اسمع يا تولا، كيف سيكون التشجيع؟ هيا يا فريق تيلا. تيلا 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 تي تيلا 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 تي. أحسنتم. تيلا 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 تي تيلا 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 تي. أرأيت؟ ما هذه الروح الحماسية الرائعة اليوم بين تولا تيلا؟ نعم بالطبع، أتحمس لأن فريقي سيكون هو الفريق الفائز يا جيهان. في أحلامك يا تولا. لا، فريقي أنا من سيفوز. فريقي أنا. فريق تيلا. أنا أتحدى. فريقي سيفوز. أنا أتحداك. من يا ترى سيكون الفريق الفائز في هذا التحدي يا ترى؟ دعونا نبدأ أولاً بهذا التحدي. هل أنتما مستعدان تيلا وتولا؟ أنا مستعد. وأنت تيلا؟ تيلا دائماً مستعدة. ممتاز. إذن نبدأ تحدي اليوم. في هذا التحدي لدينا فريقان، فريق تيلا وفريق تولا. ولدى كل فريق مجموعة من الريش الملون، عليه أن يعبر الحواجز حتى يصل إلى صورة الطائر ويلصق على أجنحته الريش، والفريق الذي يلصق أكبر عدد من الريش يكون هو الفريق الفائز. هل أنتم مستعدون؟ نعم. إذن بوبوك لنلعب. هيا. ضعيها هنا، ضعيها. هيا. أحسن. نعم، فريقي سيفوز. انتظر. نعم. وقعت.
أسرع أسرع، الوقت يكاد ينتهي. أحسنتم. وقع بعض الريش، ضعوه على اللوحة لو سمحتم. انتبهوا، ألصقوا الريش بالشكل الصحيح لأنه إذا وقعت لن تكون محسوبة. هذا صحيح. لن تكون محسوبة؟ ألصقوها بشكل جيد. أسرعي أسرعي، على الأجنحة. يكاد ينتهي، هيا هيا هيا، طلقي طلقي. لا بأس، نضع غيرها. نعم، لا بأس لا بأس، نضع غيرها. نعم، على مهل على مهل صديقي، على مهل. أحسنتِ أحسنتِ، بسرعة بسرعة بسرعة. أنتم أصدقائي، نعود إلى هناك، والآن علينا أن نعرف من فاز معنا بهذا التحدي، فريق تيلا أو فريق تولا. سنبدأ هنا. نعم، باللوحة الخاصة بفريق تيلا. سنبدأ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20 لفريق تيلا. أحسنتم. هذا عن فريق تولا. وقعت هذه، نعتذر. 21 لفريق تيلا. تصفيق لفريق تيلا. أين التصفيق لفريق تيلا؟ أحسنتم. فريق تولا، سنبدأ من هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 لفريق تولا، والفائز هو طبعا فريق تيلا. مبروك الفوز لفريق تيلا. هيا هيا اخبريني، هذا طريقي. كم انت سعيده بالفوز؟ نعم. سعيده؟ نعم. كثيرا؟ نعم. هيا اقفزي اقفزي من الفرح، اقفزي اقفزي. نعم. لا بأس، طبعا فريق تولا لم يفز بهذا التحدي، ولكن نريد أن أعرف رأيك، هل استمتعت معنا بهذا التحدي؟ نعم. هل كان صعبا أن تلصق الريش الملون الجميل هناك؟ ليس كثيرا. المهم، هل استمتعتم معنا جميعا بهذا التحدي؟ نعم. هذا هو المهم، وهذه هي الروح الرياضية. أحسنتم. هذا صحيح، لقد فاز فريقي. لا تبكي يا تولا، لا تبكي، ستفوز في المرة القادمة بالتأكيد. أنا لا أبكي بسبب الخسارة. نلعب، لا داعي للبكاء. لا أبكي بسبب الخسارة. إذا لما تبكي يا تولا؟ الحذاء ضيق وقدمي تؤلمني.